نحن اليوم نقف على أطلال إرث تاريخي وموروث ثقافة وحضارة عريقة كان يوماً معلم المدينة الأبرز ووجهها المشرق، وها هو اليوم ينشد تاريخه ويعاني حاضره ويندب مستقبله. قلعة القاهرة، مبهج المدينة، وبوتقة الانعتاق الثقافي والتاريخي المتوارث على مر العصور بين أبنائها وأسلافها. لم يشفع لها تاريخها الذي بدأ العد فيه بشكل فعلي في العصر الإسلامي أمام طوفان عصابة الميليشيا الإنقلابية الذي أخفقت من خلاله في الحفاظ على إرث ماض ولبنات حاضر، ونجحت بتطبيق ثقافة العنف والقتل والتدمير والاحتراب بكل براعة. قلعة القاهرة تعتبر من أبرز المعالم الشامخة والتاريخية والأثرية في محافظة تعز. قلعة القاهرة احتضنت أول معتقل سياسي في اليمن. قلعة القاهرة كانت حصناً للملوك. قلعة القاهرة كانت مقراً لجيوش الدولة الأيوبية إلى أن انتهت عصر الدولة الأيوبية. فإذا رجعنا إلى تاريخ القلعة فترجع أصول نشأة قلعة القاهرة إلى عصور ما قبل الإسلام، وذلك استناداً إلى اللقى الأثرية التي تم العثور عليها في قلعة القاهرة وإلى بعض الأنماط المعمارية التي يرجع أصولها إلى أصول سبائية وحميرية. فمن اللقى الأثرية التي وجدت في القلعة بعض مذابح صخرية نحتت في الصخر، وهي عبارة عن فتحتان بعمق 13 متر، كانت تستخدم لأداء تقديم القرابين في المعابد. هذا ما أثبتته الاستكشافات من خلال اللقاء الأثرية التي تم العثور عليها أثناء أعمال الترميمات، وقد تم العثور على تماثيل آدمية وحيوانية مصنوعة من الفخار، ومباخر مصنوعة من الأحجار تعود إلى عهد الدولة القتبانية، ولم يذكرها المؤرخون إلا في العصور الإسلامية، طبعا ابتداء من عصر الدولة الصليحية عندما قام بإعادة إنشائها الأمير محمد عبد الله بن محمد الصليحي في عام 436 هجرية. ظلت قلعة القاهرة في مختلف الحقب الزمنية معلماً شامخاً في المدينة رغم اختلاف مسميات الدويلات المتعاقبة عليها واستخداماتها، لكن لم يدون التاريخ يوماً بأنها تعرضت لمثل هكذا إجحاف تدميري إلا مرتين، الأول إبان حكم الدولة الطاهرية، أما الثاني فهو اليوم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح التي فاق تدميرها أبجديات الوصف والقول. كان أسوأ فترة مرت على القلعة هي في عهد عامر بن عبد الوهاب الطاهري،
عندما امتنع عن دعم الأتراك لملاحقة الجيش البرتغالي. أثناءها قام البرتغال باتخاذ عمر بن عبد الوهاب كخصم رئيسي له في الحملة قبل قيام الحملة التركية الثانية. قام الإمام مطهر بن شرف الدين ببناء السور، سور المدينة القديم، واستحدثه بشكل هندسي جميل جدا، طبعا مدماك البناء يبلغ 4 متر تقريبا، وارتفاعه في حدود 8 متر. طبعا حصنها من الغزو التركي آنذاك، لأن الأتراك جاءوا بأسلحة حديثة، البارود وغيره من المدفعية وغيره. جاء الأتراك للأسف اجتاحوا المدينة وقصفوا القلعة قصف يعني شديد جدا، لم يتبقى من القلعة شيء، أزالوا القصور، أزالوا الأسوار، ومن ثم بدأ الأتراك ببناء القلعة مرة أخرى. استحدثوا قصر على تلة القلعة، القصر هذا بني على آثار القصر الكبير، القصر الكبير كان بحوالي 2000 متر. استحدثوا قصر صغير يحوي 3 غرف في حدود 20 متر في 19 متر تقريبا. تكمن أهمية قلعة القاهرة في كونها إلى جانب عراقتها صمام أمان المدينة ومفتاح السيطرة والتحكم في كافة مداخلها من مختلف الجهات. تم تصميمها وفق آليات هندسية ومعمارية فريدة قلما نجد لها في مختلف الدويلات نظيرا وعلى مر العصور. كانت كبيرة جدا، عملاقة، فتعدد فيها المباني، فهناك تحتوي بداخلها على دار الأدب وهو معتقل كان سياسي، تحتوي بدارها على دار العدل، تحتوي بدارها بداخلها على دار الإمارة، وكانت تحتوي أيضا على نوبات حراسة، وتحتوي على مدرسة في السابق، فكان تحتوي على أكثر المباني. أيضا احتوت قلعة القاهرة على مخازن ومدافن للحبوب والمؤن والأسلحة، كانت تعتبر كملجأ أثناء الحروب. طبعا لم تبنى هي بشكل مرة واحدة، ولكن بنيت على بحقب تاريخية مختلفة. بدأت في عهد الدولة الصليحية، تطورت في عهد الدولة الأيوبية، طبعا كانت أكثر وضوحا بالنسبة للتفاصيل في عهد الدولة الأيوبية. يذكر أن التورانشاه أخو الملك الفاتح صلاح الدين الأيوبي عندما انتقل من مدينة تعز مع جيوشه للبحث عن مكان آمن لجيوشه ولذرارير السلاطين، انتقل باحثا عن مكان آمن، فحط نظيره على قلعة القاهرة في مدينة تعز، واتخذ منها دارا للإمارة، لإمارة الدولة الأيوبية، وكانت أيضا سجن لخصوم الأيوبيين. لخصوم الأيوبيين استخدمها المعز بن طقطقين لحبس الخصوم الأيوبيين والمعارضين للدولة الأيوبية. طبعا ازدهرت تحديدا في عهد الملك المظفر سنة 648 إلى 694 هجرية. في كل حقبة زمنية كانت توظف بالشيء المطلوب، فمثلا بعض الدول كانت حصنا للملوك، وفي بعض الدول الأخرى اتخذتها كمنفى أو سجون للأسرى، وبعض الدول اتخذتها حصنا لملوكهم، فمثلا الدولة الأيوبية اتخذتها مقرا لجيوشها ومخازن لأسلحتها، وكذلك الدولة العثمانية. أما الدولة الرسولية فقد اتخذتها حصنا، كانت دارا للإمارة. حين قدمت ميليشيا الانقلاب بعتادها العسكري لاجتياح مدينة تعز، فتحت قلعة القاهرة أذرعها كغيرها من المناطق العسكرية الحساسة
لعناصر تلك الميليشيا، لا سيما بعد أن تهاوى الشرف العسكري لحماتها. الحوثيين عندما نزلوا من صنعاء واستقروا في موقعهم في الحوبان في الأمن المركزي، تم إخبارنا إبلاغنا من قبل مكتب الهيئة بعدم الصعود إلى قلعة القاهرة في يوم الأحد تقريبا من وصولهم. أمر من مدير الهيئة آنذاك الأستاذة بشرى الخليدي في عدم الصعود إلى القلعة لأنه يشكل تهديد للشباب فيها. يعني الميليشيا هي تواجدت بالقلعة منذ زمن مبكر، يمكن 2011-2012، وبدأت تستخدمها كموقع عسكري لضرب الأهداف المدنية داخل تعز. استهدفت جميع الأحياء من أول التظاهرات السلمية التي حدثت أبان ثورة 11 فبراير، كانت منطوية تحت إطار القوات العائلية الذي تسمى بالحرس العائلي والقوات الخاصة وغيرها، ودخلت وتحولت القوات الخاصة هذه إلى ميليشيات. ما دخلوش كقوة عسكرية واحتلت أو كذا، كانوا موجودين بدل الدولة، أو هي الدولة أصلاً التي كانت موجودة انقلبت فجأة لتصبح حوثيين. هذا الذي حصل. القلعة تعتبر الموقع الاستراتيجي الهام عسكرياً مع مدينة تعز، لأن القلعة تشرف على المواقع لمدينة تعز من جميع الجهات الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، وتكاد تحاذي إلى مستوى نصف جبل صبر، يعني ويمر من خلالها الخط الدائري الذي يعتبر خط الإمداد من الجبهة الشرقية للمدينة للجهة الغربية آنذاك، وتهدد حتى عصيفرة والمحافظة وتبت السلال وكل الأماكن المحيطة والمطلة والقريبة والبعيدة من محافظة من مدينة تعز. انتشت ميليشيا الانقلاب حين أحكمت سيطرتها على القلعة وأغلب المواقع في المدينة، فذهبت إلى اجتياح حدودها التاريخي والثقافي والسياحي وتحويلها إلى ثكنة عسكرية بامتياز. حشدت إليها مختلف الآليات العسكرية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. مثلت قلعة القاهرة الأمن والرعب، ومثلت أيضا النصر والسيطرة في آن واحد، فوظفتها الميليشيات رعب للمواطن وللسيطرة على المدينة. كان عبارة عن موقع أثري سياحي فيها يمكن وحدة دفاع جوي موجودة من أيام الدولة أو الحكومة السابقة، لم يعني بسلاح الشخصي يمكن كانوا متواجدين بس كرمزية، لكن الحوثيين عندما دخلوها أدخلوا عليها السلاح الثقيل من 23، من 17 ونص، من مدافع الهاون، من بعشرة. الميليشيات استخدمت هذه القلعة استخدام عسكري بحت كبير جدا، متجاوزة موقعها الأثري ووجودها في وسط السكان. استخدمت إليها الدبابات والمدافع الهوزر والبعشرة والثلاثة والعشرين و14 ونص و12 سبعة، ونشرت القناصات على الأسوار المترامية الأطراف، مما أدى إلى استخدام جميع الأسلحة في هذه القلعة، وأصبحت ثكنة عسكرية متكاملة تهدد أمن الصغير والكبير داخل المدينة. كذلك هي من المواقع التي استخدمت لفرض الحصار وتقطيع أوصال المدينة، ولها استخدامات كثيرة عسكرية آذت المدينة وآذت سكانها. أصبحت قلعة القاهرة هاجس الخوف والقلق لدى سكان مدينة تعز، وغدت قذائف الموت تصدر إلى الأحياء السكنية على طول امتدادها، لا سيما بعدما تمكن قناصو الميليشيا من التمركز في قلعة القاهرة وملاحقة الأبرياء في الشوارع والمنازل. قلعة تطل على كل الشوارع الفرعية والرئيسية والحارات والأزقة التي تمتد إلى هذه، فكانت تغطي مواقعها العسكرية وتحمي ثكنتها العسكرية المتواجدة في دائرة الأمن، في المحافظة، في الأمن السياسي، في المتحف، في تبة الأخوة، في كل مكان تغطيها ناريا من هنا. صعدوا القناصة إلى
إلى القلعة وبدأوا باستهداف المواطنين، كانوا يستهدفون إلى المسبح، أنا قاطم في المسبح، كنت يعني أشعر بالرصاص، رصاص القناصة، عندما كنت أخرج إلى جانب البيت كنت أشعر، ثم أعود إلى داخل البيت. يوم بعد آخر والعبث الميليشياوي يزداد بحق سكان هذه المدينة من قلعة القاهرة، فكان لزاماً من إيجاد حلول ناجعة تفضي إلى وضع حد لإيقاف نزف الجرح الغائر الذي تسببت فيه تلك الميليشيا في جسد المدينة، لكن كل المحاولات كانت تبوء بالفشل، فالتحصينات منيعة والتواجد مكثف والآليات متوافرة. حينها تطلب الأمر بقوة استدعاء طيران التحالف العربي، وبالفعل تم التدخل والقصف لأكثر من مرة. قبل ما يقصف الطيران أمطرت قرى جبل صبر، أمطرتها بالقذائف من داخل القلعة والسلاح الثقيل ب23 ومضاد الطيران، أمطرت قرى جبل صبر بحيث أنه حصل ضحايا كثير جدا داخل قرى صبر من نصف القلعة. أيضا كان يحصل من القلعة ضرب على المدينة، قصف على المدينة بشكل عام، على حي الجمهورية، على حي السواني، على شارع جمال، على حتى أنها كانت تضرب إلى فندق الأخوة، إلى حي الروضة نفسه. فاضطر الطيران أنه يتدخل في حينها يعني، وبالفعل أتى الطيران وقصفها، وكانت ليلة من ليالي الظلماء على المنطقة. وهو الضبح أول واحد ما حسنا أبو شكها، قالوا مدي مساعدة، الثاني جاء قلب تانكي وما قلنا مسارب، قلنا مسارب خرج، مدي اتصلكم من عندكم ولمت عليها مليحة، كيف وقعكم؟ قلنا الحمد لله بس لقد تلفن تلفن، كان عشان سابق القاف تسع، قالوا وقعوا كلهم سلامة، احنا عجلنا ماشي إلا التانكي غم يخرجنا، إلا عدو أجل، عدو مش أجل والله، طلعوا أوائل اثنين، قالوا ما بين السخمة سرحوا يشبطوا وينزلوا، نزل الأداء يصبنوا، هم إذا عندهم نزلوا اللي هو سبق الثاني، وهم بالدرجة الثالث أضابع، وهم بعض، والله إحنا بعض الفلاجة دي، أنا وسلطان وأتزنك على شقة، وهي نفخنا لما أمنا وقعك بطن تفعوا على دي، نفخنا بعض الفلاجة من كسر الضغط. أمنكم قد يشك، أبواب كلهم مبعدين، الطواقة مراوح تفالت اللي فوقنا، كبوسة حق الكهرباء، ما بقش حاجة بالبيوت، كله تفالت لفوقنا، كنا راقدين آمنين الساعة 3:30 بالفجر لما ضرب الطائرة. والله اشتكى من الأرض والسماء، إن شلتنا مين داخل المكان هذا الكبير ده هناك، لا قدرت أقوم أمشي من ركبي أول واحدة منهن، بعدين الصاروخ دي أجلها فوق البيت هذا الأبيض، الصاروخ دي دانان دي شلت، نحنا شلوا لما نزلنا الرف للأرض، الرفوف تقلب كلها، ونحنا داخل ركض نحنا، والله إن كنا نهرب أنا وعيال عيالي الله عزك لداخل الحمام، نهرب إنه على الحمام كان الصفيف حقه مسمت صبة، نحن نهرب منه من الصواريخ تجزع شاخطة تقول برق. جرم آخر تسببت فيه ميليشيا الحوثي وصالح بحق قلعة القاهرة التاريخية، فقد تم نسف الجزء الأهم من تاريخها، خصوصا وأن الشواهد تشير إلى أن التدخل الجوي كان مفرطاً هو الآخر. الشيء الذي آلمنا جداً يعني هو عندما قام طيران التحالف بقصف القلعة، وهو يعني مثلها كثكنة عسكرية حوثية للميليشيات، بس للأسف تم اجتثاث المتحف بما يحويه من قطع أثرية بشكل كامل من قبل الطيران.
ثلاث ضربات أعتقد تقريبا أو أربع ضربات مكثفة على المتحف. طبعا المتحف هذا كان يحوي قطع أثرية نادرة ومتنوعة لكل الأشكال والأصناف، يعني من فخاريات، من حجريات، كان في مسارق حجرية، كان في معنا سيوف، كان بنادق، كان قنابل قديمة يعني كانت تستخدم في عهد الأتراك، كان في معنا فخاريات تعود إلى عهد الدولة الأيوبية والرسولية والصلوحية لحقب تاريخية متعددة، كان في معنا من مقتنيات الإمام، كان في أشياء يعني ما قبل الإسلام، نقوش سبائية، تيجان سبائية، أشياء يعني كانت نادرة. والله إحنا طبعاً كمواطنين قبل أن نكون موظفين في الهيئات تألمنا كثيراً لهذا الشيء. وطبعاً المتحف أصبح الآن كومة من الأحجار والأتربة. إذا صعدت إلى قلعة القاهرة وإلى التل ستشاهد مأساة يعني يحزن القلب عليها. تواجد ميليشياوي محصن وقصف جوي مكثف كان نتاجهما هذه الخدوش الغائرة في وجه مدينة تعز. هناك تفاصيل تفند هول المنظور وتؤكد عبثية ذلك المرور.